جميل العوم ان احنا بنسبح فيه وفي بحور من الجمال ومن التميز مع السلطان كيجاب، هو السباح العالمي. اهلا بك مرة ثانية سلطان كيجاب. يا اخي والله من دون ما قبل ما تتكلم انا كنت طبعا مرات بسمع يقول ليك المراجع العام، النائب العام، القائد العام، النظام العام. قلت يا جماعه العام وين دي؟ البلد دي ما في دول عام غيرين والجنيه بس. الجنيه عام وين؟ عام وين على قلبه؟ شابكين ليك النظام العام يا جماعه، الناس دي ما عام وانتم شابكين عام وين دي؟ العام انت بس انا والجنيه بس اللي ما في دول عام. سلطان كيجاب يعني نحن حنمشي بك لمحل ثاني ولموقع ثاني. مهنة القانون يعني كانت مهنة بالنسبة لك انت دخلتها برضا تام وبرغبة تامة. نعم. ليه ما عملت فيها؟ والله يا استاذة ما بكذب عليك، ما كنت بقدر بستمر فوقها، لانه الشغل في العمى في مخنا اكثر من شغل القانون. يعني كنت حكون لو مشيت اشتغلت قاضي ولا محامي كنت بكون فاشل. لسبب يعني تفكيري ما بيكون في القضايا زي ما تفكيري في العوم. العوم اخذ 99% من حياتي انا لعلمك. يعني شوف حتى اللي دريت انه خلاني اتزوجت متاخر. ف دائما يعني انا متذكر مره جيت من كندا وامي كان مصر الا انه اتزوج. فتقول لي يا ولدي الا اتزوج ما تقول. قلت لها امي انا لسه بقى شغال في العوم هناك، اتزوج كيف يعني؟ وانا دي ما فاضي هسه. قالت لي يا ولدي بس عشان تجيب لك ولد ينفع. قلت لها استاذ نفعتك بشنو؟ عشان هو ينفعني. وقعدت تضحك لي وقت الحكايه. طيب سلطانك جاب اول محطه اشتغلت فيها؟ اشتغلت شنو يعني عوم ولا في شغل وظيفه؟ وظيفه والله انا متذكر مره كان الشريف حسين هند عمل بند العطاله. بند العطاله شو؟ بند كده سموه بند الناس العاطلين زي هسه عديل سموه بند العطاله. وبعدين انا جاي من وزاره الداخليه زمان ذاك كان عنده قندران كنت سايقه. فلقيت الطلبه متلمنمين وكنت سالتهم ما يكون. قال يا اخي تعال قدم في هناي في بند قدمه وزاره الداخليه. مشيت بس تكتب اسمك، كتبت اسمي كده شهادتك وين؟ قلت له بكره جبت الشهاده. قام زعونا احنا 15 واحد وزعونا قالوا تمشي وزاره الزراعه. طبعا انا ما عندي فكره عن المحاسبه ولا عندي فكره عن اسمع شو الحياه المدنيه لازم نعم الخدمه المدنيه ما عند جداد نحن هو كله فهمنا طلبه. فكنا طبعا الجامعه بالعصر ودونا بالنهار شغالين. فمشينا المكاتب هناك وزعونا وكذا. انا حظي وقعت مع حسب الكبير لعب الكوره بتاع بري. انا قعدنا في مكتب والمكتب كانت وزاره الزراعه دي مليانه من المشاهير، كل المشاهير في وزاره الزراعه. جيت لقيت حسب وده فيها ولقيت الحكم احمد يوسف فتش هناك ولقيت خال مصطفى النجر، عز الدين موجود، عز الدين شعفوفه موجود هناك، ولقيت خليل الياس سكرتير نادي المورده، ولقيت عبد الله سليمان سكرتير اتحاد السباحه، والمدرب فاروق سليمان. يعني انت عايش وسط الجوطه. والشاعر حسن الزبير كان ماسك البوفيه، حسن الزبير ده الاثنين ذاك المشلق دي. ولقينا يعني واحد اسمه باشريك كان بيلعب في ديم سلمان، واحد اسمه فتح بقرون بيلعب في الدينامو والوزاره، واخو عمر مختار اخو السفير احمد مختار في يوغوسلافيا. يعني كميه ونسيب حمد الريح. يعني ما عنده نجم منسق له في نجم. اصله واحد كده يعني موجودين في المكاتب الجمله ديل ما مرتبط بحاجه ما في. فكنا شو لخذ. فكان وانا كنت بقوم ازوغ من وزاره الزراعه بمشي بعوم وبيجي في وقت الفطور. هم مستغربين كيف ده موظف يمشي يعوم ويجي وعيونه حمر هناي وكل يوم يكتبوا لي وداك شنو ما بداك شنو. بعدين كان مرغن حسين ذاك الدين اللي هو كان جابوه وزير الزراعه يعني قبلنا بثلاث شهور قبل ما يعينونا. فانا يوم قلت له يا جماعه انا ماشي اسلم على الوزير ده. طبعا الزمن ذاك ما في زول يمشي يسلم على وزير ولا الدور الثاني ده مستحيل زول يطلعوا. فقلت له انا ماشي حسلم على الوزير. يا زول انت موظف صغير انت لسه اسمك بالقلم. قلت والله ما بعرف انا داري امشي. كان عنده سواق اسمه الدلمين. قلت له انا داري اسلم على الوزير. قال لي جدا طوالي طلعت هم كل الوزارة عليه في الدور الثاني. انا ماشي مشيت لي مكتب الوزير. فمشيت لقيت السكرتيره قال لا يا اخي الاستاذ قاعد يسلم على الوزير موظف. مشيت كلمته الراجل طلع شيء ثاني. قام من مكتبه جه استقبلني برا وساقني دخلني جوا وقعد زي وقعدنا زي كده وهو جنبي وقعد يسال فوقي وسالني عن العمده احمد سعيد والعمده سعيد مالك هذول كلهم اهلنا هناك. وقال لي انا ذاته اشتغلت في الوزاره دي زمان. وقلت له احنا ذاته بديريه. هو طلع بديري ذاته.
فقلت لها ساعات يا خسر انا جاي اسلم عليك الناس زي المخوفين. قال لي ليه؟ قلت والله ما عارفين. قال لي كيف تطلع الوزير؟ قال لي يا اخي انا ما زول عادي. قلت له خلاص يا سعاد حقه تزوره. قال لي خلاص انا بسجل لهم زياره. فانا قمت قلت له خلاص بكلمهم. فجيت لفيت لك المكاتب قلت يوم الخميس السيد الوزير حيجي يزور المكاتب. نظف المكاتب عملت شغل بقيت هنا المسؤول عن الشغلات دي. وده كله انا بيفهميه عشان ثاني ما يسالوني مركز ليه. ففعلا يوم الخميس طلعت له بعد الفطور عامله تغطيه كده عشان تغطيه والراي الجوعان وعبد الحميد سيد الختم وكيل الوزاره وهيص والدكتور كمال علي بابكير والدكتور موسى الله جابه هيص ماشيين انا في نصهم وانا بعرفهم بالناس ده فلان وده فلان ويسلم حالك الوزاره ذات وقت لهم من جد بحام الوزاره. فبقيت وقت الفطور اقوم اقول لهم ماشي الوزير انا بطلع نوم مكتب الوزير بغادي تنزل ثاني انا بنزل بغادي بفوت البحر وهم مفتكرين انا ماشي الوزير. قلت ما في حل غير كده. نعم تصرفت تصرفت هاي. نعم تنطق ايجاب يعني من العمل في الخدمه المدنيه وغيرها من المحطات اللي انت عملت فيها، لكن احنا حنعرج بك شويه كده. بتؤمن بالوداعيات؟ انا مش بقول لكن مره عندي معاهم عندي معاهم قصه لذيذه. احنا عايزين القصه دي عشان كده قلنا السؤال. مره انا متذكر كنا مشينا عمنا في سوريا سنه 69 سباق في اللاذقيه ودي كان عندنا قصه فيها مع حافظ الاسد. وبعدين جينا وقال لنا السنه الجايه حيعملوا السباق ثاني. فانا متذكر كان السباق ده يوم 17 اكتوبر يعني. فانا جيت عملت اربع خطابات للاتحاد السوري على اساس انه يردوني يشوفونا حيعملوا شنو الدعوه كيف تجي. فكل يوم انا شغال في البوسطه مش راجع البوسطه افتكر انه الجواب يعني ما جوني. فيوم جيت السوق العربي زغت من الشغل اثناء الشغل مركت زغت. فجيت لقيت لي وداعيه قاعده وبدا اديتها 5 قروش قلت لها حاجه كده شوفونا الرمل. فقام رمت كده كده مش عارف الوحيد يحمدكم. قلت له خالك الله يحمد لا شوف شوف ليه الدايرون. فقام قالت لي يا ولدي والله جاك جواب حار. انا اقول الجواب حار ده خلاص اتلخبط. قلت لها قلت شنو؟ قالت لي والله هذه جواب حار يا هو ده حس جاك جواب حار ما حار كده. قلت لها بس ارمي لي في الجواب ده بس ترمي تقول لي والله ده حس يا دوب وصل. بس ما كملت عقاب الشيلين خلص هناك. قلت لها خلاص يا حجه لحد هنا كويسين. وقمت جاري ليك من السوق الخضار ده لحد وصلت البوسطه انه في السوق قايم. مشيت يا جماعه دخلت المكتب اخوانا في جواب جاني واحد قال لي هاي هاي صح جاك جواب اسال السيد رئيس القسم. فمشيت لرئيس القسم انه في السوق قلت له اخي جاني جواب قال لي هاي هاي جاك جواب من المراقب فعلا حار. قال لك اذكر الاسباب اللي ادت الى خروجك اثناء ما كان يقول لك سيفلايزيشن. فقلت والله يا فرحي فعلا جواب حار. طيب بس الله كيجاب بعد ذاك امتدت علاقاتك الاجتماعيه باهل الفن والرياضه وخلافه، لكن عندك علاقه خاصه مع الفنان الراحل المقيم عبد العزيز محمد ابو داود. الله يا اخي ابو داود الله يرحمه كان له يعني علاقات كثيره معانا ونكت كثيره. وانا من الحاجات اللي ما انساها اتذكر مره انا كنت في كندا. بعدين السودانيين ما كانوا كتار هناك في 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 امريكا الزمن ذاك. فقام اتصلوا بي قال يا اخي الفنان عبد العزيز محمد داوود والفنان احمد المصطفى والفنان الكابلي ومعاهم الله يرحمه برعي وعربي جايين نيويورك جايين واشنطن عشان حيعملوا حفلات ودايرين لهم عازبون. قلت كنت عازب قلت خلاص انا بجيهم. طوالي مشيت في مطار مونتريال قال لي في الطياره بتقوم الساعه 7 اتصل 8:30 هناك. وانا وصلت المطار لقيت السودانيين سلمت عليهم قال لي والله ناس ابو داوود دي جايين من نيويورك بعد ساعه حيصلوا طيارتهم من هنا. فجينا في المطار قاعدين الطياره نزلت. طبعا عايز اديك فكره واشنطن دي كلها سود وبيفوزوا فوق الديمقراطيين ما في ابيض في واشنطن اصلا. واشنطن هي وضعها زي الخرطوم وفيرجينيا زي ام درمان وماريلاند زي بحري هم كلهم زي النهر دي نهر بوتومك بفصلهم يعني بيجوا الناس يشتغلوا هنا ويرجعوا. فبدا طبعا اي زول حسه ماشي واشنطن على حساب الحكومه هناك مفتكر انها كلهم بيوت لكن ما في اصلا ابيض ساكن فيها. كلهم سود. فقام ابو داوود لما نزل في الطياره اول حاجه شافها جنب الطياره دي لقاهم سود سكت. جا دخل بتاعنا الجوازات لقاهم سود. دخل الجمارك كلهم سود مرق برا حتى لقى المستقبلين سود ما في غير اسود. قام قال لي يا برع يا اخوي احنا غلطانين ولا شنو؟ احنا في واو ولا في واشنطن؟ علاقتك معه بدت من 200 والله بدت الفنانين ديل يعني من جينا احنا 62 62 الاذاعه من الزمن ذاك
بقدر علاقتنا مع كل الفنان. انا يمكن الزول الوحيد الفنانين دي كلهم اصدقائي، انا بالذات يعني منا ابراهيم الكاشف وانت ماشي، وناس حسن عطيه طبعا كان يعني رزق العزيز، وابو داوود الله يرحمه، معظم الفنانين اللي توفوا ديل، وانا يوم ذاك حصرتهم وكتبتهم في الفيسبوك، هسه وصلوا 43 فنان ما شاء الله من في خلال ال 23 سنه ديل اللي ماتوا. يمكن كان اول واحد توفى الله يرحمه عبد العزيز العميري، بعده خلف الله وجنة عام ومحمد احمد عوض انت ماشي، الان نايب بركات الساح الله يرحمه، ده كان اخر ما فيهم. نعم لهم الرحمه والمغفره، الله يغفرهم جميعا يعني. نعم. الناس قدموا للوطن الكثير يعني. نعم سلطان كجاب يعني، ومره ابو داود نعم ودي حكى لي برعي ده موقف، قال لي مره مش في بيت عريس غنوا الفاصل الاول، قالوا كرسي العريس والعريس فاضي، وجو ثاني غنوا الفاصل الثاني بداود برضه فاضي، قال لي اتعشينا وجينا الفاصل الثالث دايرين نغني، قال برضه ابو داود شاف الكراسي العريس والعريس ما فيه طبعا، فقام نادى واحد من الناس العريس قال له اخوي تعال يا اخوي، يا اخوي عريسكم ده خبر ولا شنو؟ ما في عريس ولا عريس، لا في عريس يا اخوي عريسكم ده خبر ولا شنو؟ سلطان كيجاب والسباح العالمي سلطان كيجاب، اول بدايتك مع السباحه بصوره عامه كانت تعليم في الترعه والزوغان من الوزاره لتمشي تعوم، لكن اول مسابقه اشتركت فيها وفزت دي اكيد بتكون عالقه في ذهنك يعني. والله طبعا وقت بدينا في السباحه والحياة بعملوك تجربه تيست اسمها سباقات التحمل اثنين في الشتاء، لو ما تيست ديل ما بتمشي لقدام، فمتذكر كان عملوا لنا السباق بتاع التحمل، كان مسافة 5 ساعات في عز البرد في يناير، فاتيس المرحلة دي، وتاني قالوا لنا بعد شهر حيعملوا لكم 8 ساعات في البرد تاني عمنا كده، بعدينك أنا كنت جيت قال لي يا أخي أنت كده درجة تانية حتعوم مع ناس درجة تانية، لو طلعت الأول حتمشي مع ناس أولى، ناس أولى طبعا كانوا ناس ممدوح وفضل وسليم وصالح حارس وسهام سمير، البنات ديك ضد الناس الاولى قدامنا. فانا متذكر عملوا لنا سباق جنب في عملوا لنا مثلث في يعني كوبري بحري، في برميل هناك وبرميل هنا وبرميل في نص عم مثلث، انا احنا درجه العم 15 كيلو واولى 20، احنا كنا في نادي الخريجين الزمن ده. فانا من نزلت كنت ماشي الاول بالنسبه لدرجه ثانيه، لما كملت المده حقتي 15 داير اطلع، فقال لي يا اخي السيد محمد احمد المحجوب قاعد طيف الشرف في الباخره، فقال لي السباح الثاني اللي هو فضل في نادي الخريجين هو ماشي اول درجه اولى، قال لي يا اخي انتوا الاثنين عوم معاه كمل الخمسه كيلو عشان تطلعوا انتوا الاثنين من نادي واحد. فعلا انا انتظرت فضل وعمنا وكملنا احنا الاثنين وطلعنا في الباخره واستقبلونا وكذا، ده كان يمكن يعني ما بنسى ده اول حاجه، ده منه يعني اختارونا كان ودونا معسكر في بورسودان. واول جائزه يعني اخذتها في مجال السباحه هي ما كان فوق الجوائز يعني. نعم. ادونا كاسات يعني فعلا ادونا كاسات، اول يعني انا درجه اولى اول ادوني كاس وفضل ادو كاس كده، دي كانت اول حاجه انت بتتوج بها يعني. نعم. اول هديه. نعم اول هديه ادوني لها. نعم. ايوه دي صح والله. طيب 200 بقيت سلطان كيجاب السباح العالم، يعني العالم عرف كيجاب 200؟ والله هي كلمة عالمي دي هو الزول اصلا ما في زول عالمي اصلا يعني، انت وانا حاسس زي بعض ما في حي اسمه عالمي، لكن الحاجة اللي انت بتمشي تدخل فوقها اللي هي بيشتركوا فوق العالم. نعم يعني العالم بيجي بيشتركوا فوقها، وبعدين من هنا بيطلقوا عليه على الحاجة دي عالمية اللي هي زي اولمبياد او بناء كرة القدم اللي انت بتشوفها. فانت لما تخش المجال ده بتكون يعني وصلت انك بقيت تشارك مع الناس اللي بيجوا في الحكايه دي في العالميه دي يعني. الحدث هو العالمي مش البني ادم العالمي. نعم. يعني الحدث هو اللي هو بيفرض نفسه عليه. طيب اول حدث عالمي كان؟ والله احنا اول حدث كنا مشينا سباق كابري نابولي سنه 69، وكان اختاروا السباحين الاثنين ممدوح وفضل، وانا مشيت مرافق مع فضل، اول مره اطلع اركب طياره امشي برا السودان ومشينا ايطاليا، وطبعا لسه مستغربين لغه وعالم شيء ثاني، ومشينا السباق بتاع ايطاليا ده اول مره نتعارف بالناس كده، وحاجه بالنسبه لنا وديتنا دفعه يعني دفعه ضخمه، انه كونه لانه كان المدرب بتاعنا احنا كنا بنتمرن في جامعه الخرطوم في الحوض،
فكل ما تقوم الطياره بتاعت الخطوط السودانيه يقوم هو مصري يوقفنا يقول اهي 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 فوق راسك اللي يتمرن يركب اهي. كان يقول لنا كده يشجعنا يعني البركب دار تسافر اركب فوق راسك اهي. فدي كان من الحاجات اول المسابقات. نعم نعم. سلطان كيجاب يعني نحن حنعرج بك شويه كده برضه حنمشي للسياسه ويمكن نتكلمنا قبل في مجال السياسه، لكن انت كنت معجب جدا بالنظام المايوي وكان عندك كثير من المواقف ايوه بشده يعني كنت مؤيد له بشده، فكلمنا شويه عن الفتره دي. والله يا اخي شوفي انا كنت بعرف الرئيس نميري اول مره لقيته سنه 65 اول مره شفته في المدرعات، وكان عندي قريب اسمه العميد محمد احمد سعيد هو كان في المدرعات والنميري كان مقدم الزمن ده. فمتذكر كان في حفله عشاء هو عاملها محمد، وانا جيت الحفله دي وفي بيته وجاني ميري نميري ده جاي سايق سكاوت عربيه اول مره انا اشوف الليله دي يجي حضر العشاء، وكان خالد حسن عباس معاهم طبعا ناس الجيش ديل كلهم ومن الناس اللي قاموا بالانقلابات ديل كلهم جد عشوا الليله دي. فانا متذكر زي ما حكيت لك قبل لما احنا انتهينا من البطوله دي ودونا بورسودان معسكر على اساس كنا هم ماشيين السبق بتاع كابري، فاحنا قمنا من هنا يوم الخميس اللي هو كان اخر يوم يوم الاربعاء انا حييت اسماعيل ازهري، ويوم الخميس الصباح من 6 صباحا كنا في القطر مشينا بورسودان. فوصلنا الخميس والجمعه والسبت والاحد، ناس نميري قاموا الاحد بالليل بالانقلاب. فتاني يوم الاثنين جانا المدرب متاخر الساعه 9، فنحن فرحانين متملح كان تعبانه وقلنا ليه مالك، هو قام هو بيتكلم برضه مصري قال انتم مش عارفين اللي حاصل، قلنا له قال حصل انقلاب في الخرطوم انقلاب اي، قلنا له خلاص عارفين ليه انت منيش هنمشي نسمع. فجينا سمعنا قالوا لغايه الانقلاب ده واحد اسمه جعفر نميري، انا الاسم ده ما نسيته جعفر نميري ده، قلت له الاسم ده غايته مره عليه كده نتاكد. فعلا مذكر مشينا ناس البحريه سالناهم والنون غايد الانقلاب، قلت له يا اخوانا زول ده كده اصفر كده مبعوق علي بس هو ده غايد الانقلاب. فقمت قلت له يا جماعه كان كده ضمننا سفرنا كان هو الزول ده. فعلا لما جينا ولقينا شكلوا الحكومه لقيت جابوا فاروق حمد الله الله يرحمه، كان راجل صاحبي ودفعتي في جامعه القاهره، هو لما ساب الجيش جا قرا معانا في الجامعه وكان هو المصدر وهو اللي اداني الدار بتاعت اتحاد جامعه القاهره دي. فاروق حمد الله هو اللي ادانا، لا يمكن هسه العالم كله قاعدين فيها وما عارفين اجابه من يعني فاروق حمد الله. فنميري كان عندنا معاه قصص كثيره زمان وانت كنت مساند له، نحن هنجي للقصص دي لكن عندنا فقره كمان تتعلق بالاجابه بلا او نعم فقط. نعم هنسالك اسئله وتجاوب لنا بلا او نعم من غير ما تبرر لنا، يعني زي المبتدا والخبر بالضبط كده. لكن عقب الفاصل كونوا معنا عقب الفاصل، نعود لكم لبطاقه حب الجميع.